لو الحكاية فيها إن فيتو دايرتك وإنه يمثل بلدك وإنه رجل وطني وبيحب البلد، أنت كده بتحط طوبة في مستقبل مصر ومستقبل ولادك. اللي أنا عايز أوسطه أديكوا فكرة عن المصريين الأحرار عايز يعمل إيه. المصريين الأحرار بنقول إحنا عايزين نقضي على الفقر. ممكن ناس تقول إحنا سمعنا الكلام ده كتير، هل ممكن يحصل الكلام ده؟ قول آه ممكن يحصل، لأن بمنتهى البساطة إحنا عندنا خير كتير في بلدنا، ربنا بيحب البلد دي فمديها خير كتير، لكن المشكلة إن إحنا مش عارفين ندير موارد وخير بلدنا، وفي نفس الوقت عندنا مصاريف وإنفاق غير مسؤول بيحصل في البلد. إحنا عايزين نزود موارد البلد، وعايزين إن إحنا ما يبقاش فيه في خلال الخمس سنين الجاية فقير في مصر. ممكن الناس تقول ده كلام وكلام انتخابات، لكن إحنا عشان ننفذ الكلام ده خدنا بعض التجارب في البلاد اللي شبهنا زي البرازيل. شفنا إزاي البرازيل قدرت في خلال ثلاث سنين تقضي على 80% من الفقر، وده مش هيجي غير بإن إحنا نشجع الاستثمار وإن إحنا نجد فرص عمل للشباب. وانا شايف انه ضمن الكوكبة اللي موجودة في نخبة، في شباب، في مرأة، في شيوخ محترمين بيدوا خبرة. احنا على البنا الصعيد، عشان كده انا اهتميت ان المؤتمر الختامي يكون موجود، طبعا عشان ادعم اخويا وصديقي العزيز العميد علاء عابد، لانه يربطني بيه علاقات انسانية عالية جدا، وفي نفس الوقت علشان احنا بنتكلم من جنوب الجيزة اللي هي بوابة الصعيد، الصعايدة الرجالة الجدعان، وعلى فكرة انا صعيدي برضو وافتخر بهذا. فانتم بوابة للصعيد كله اللي تهمش على مدار سنين طويلة جدا، وجه الوقت النهاردة ان احنا نهتم بالصعيد، نعمل مشاريع، نفتح مصانع. الصف عندها ظهير صحراوي، احنا على قلبنا ان احنا نعمل تشريعات تسهل المستثمرين انهم يجوا بمنتهى البساطة ياخد امضة واحدة ويبتدي يشتغل، يبتدي يعمل مصانع كبيرة في الصف وفي بني سويف وفي المنيا وفي اسيوط وفي سوهاج. عايز اقول كفاية الصعيد تعب كتير، وعشان هما رجالة بجد وبيستحملوا، وطنيين ويستحملوا، وقفوا وقفة راجل في كل الظروف الصعبة اللي مصر مرت بيها. عشان كده احنا حاطين على قلبنا ان احنا نعمل استثمارات ومصانع في كل مناطق الصعيد، وعندنا خريطة بدهب